صباحكم زملائي في الاستوديو، صباح الخير على جميع مشاهدي قناة زاكروس وتحديدا برنامج نسمع زاكروس. رجعنا وياكم من جديد بفقرة جديدة. اليوم راح تكون فقرتنا عن الماركات العالمية. مثل ما تشوفون مشاهدينا، أنا حاليا متواجدة بإحدى المحلات اللي تبيع مستحضرات التجميل، المكياج والعطور وغيرها. مشاهدينا تعالوا ويانا. العطورات عندنا ماركات، كل ماركات عالمية عندنا الموجود عندنا، حتى الكريمات ماركات عالمية موجود عندنا، شامبوات كل ماركات عندنا، سان لوران، دولجي جابانا، شانيل، ديور، هاي الماركات العالمية كلها موجود عندنا، وحتى المكياجات حسب ماركات كلها الجودة رقم واحد، الماركات العالمية موجود عندنا. الامتياز مثلا أطور الماركات العالمية ثباتها قوي، يعني يبقى ما مثل العطر عادي، العطر عادي يمكن في كم ساعة يروح، بس الناس عطر عندنا يبقى 48 ساعة، أكثر من 48 ساعة يبقى. مشاهدينا مثل ما تعرفون الماركات العالمية تقابلها ماركات مقلدة ذات أسعار زهيدة، لكنها قد تؤثر على البشرة وصحة الجسم. المكياج والكريمات غير عطورات، مثلا المكياج يحط على الجلد، يعني المكياج المزور يؤذي البشره فت مره، يعني يسوي له تجاعيد، يسوي صبغات للبشره، بس المكياج الراقي مثلا المكياجات الماركات العالميه سنة شانيل ودولجي جابانا كلارنس عندنا حي طبي، يعني مواد كل البي طبيه ما ياثر على البشره نهائيا. شيء جديد يطلع خاص الماركات العالمية موجود متوفر يمنا على طول إن شاء الله، والأخبار حيل عليه، يعني الحمد لله زباين اللي يجي يمنا كل يريد شغلات الممتازة درجة أولى خاص الماركات. مشاهدينا وصلنا وياكم ختام فقرتنا لهذا اليوم، كنت أنا معكم نجلاء السندي لبرنامج نسمات زاكروس، إلى اللقاء.